اسمها خير احمد عبد الجليل. دي واحدة عندنا هنا من حوالي 20 سنة في الوقف، بتتسول يعني في المساجد، قدام المساجد وقدام البيوت وبتاع، والعلاقة طيبة مع جميع الناس، يا مرة غلبان والناس كله بيعطف عليها، وهي كانت شخصية طيبة يعني ومرحة ومحترمة. فالله يرحمها، ماتت من حوالي 4-5 أيام بعد ما ماتت، وشيعوا الجنازة. في بعض الناس اتصلت وقالت ده غواش ليها عندنا فلوس. ابني عم سعد قال احنا سيبها، لقينا فلوس كتير في المكان اللي كانت نايمه فيه، فقالنا ده حاول في حوالي 4-5 شوايل فلوس. فالراجل حصر الفلوس دي حوالي 30,000 جنيه ورقيات، ولقينا حوالي 6 شنط ب6 كيلو وزنناهم، دول عباره عن 50 قرش في 50 في الجنيه، ولقينا 240 كيلو فضه فئة الجنيه ونص الجنيه، ولقينا 6 أكياس مليانه 50 فئة الجنيه ورق. حتى ما قسمناهم وزننا 2 كيلو ورق، 2 كيلو 2 كيلو، عشان الوقت ضيق والحراره شديده وما قدرناش نعد الفلوس، فقلنا افضل حاجه ايه؟ الميزان. فقسمنا الفلوس الفضيه بالميزان، وقسمنا الفلوس الورقيه 50 جنيه بالميزان. ما سالنا المشايخ ودار الافتاء، قال ما ينفعش، لازم لو كان ليها ورثه توزع على الورثه بتاعتها. وبناء عليه بدأنا نبحث ونتصل ونعرف الورثة بتاعتها. توصلنا إلى أخت ليها في نجع الجامع، وأخت ليها شقيقتها في الصبريات، واثنين غير شققة ستات في الصبريات، واثنين بنين، واحد في الصبريات وواحد في السعودية. فحضر اللي هو الرجل اللي هو مش شقيقها، واثنين الستات اللي مش شققة، والاثنين الستات الشققة، دول حضروا النهاردة وخدوا الجسمة بتاعتهم حسب الشريعة وحسب شرع ربنا.